أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو شاهد أحدث ظهور للفنانة الشابة ماسا الجمال ابنة الفنانة بوران في باب الحارة، وبدايتها الفنية وقصة حياتها وما لا تعرفون عنها. أهلا بكم. تضم الدراما السورية العديد من النجوم الصف الأول الذي تمكنوا من حصد العديد من الإنجازات من خلال الأعمال الجميلة التي قاموا بها خلال السنوات الأخيرة، والذي من خلالها أصبح الكثير يتابع هذه الدراما بشكل مستمر، وكانت من الوجوه الجديدة التي أتت على الوسط الفني. وقامت بالكثير من الأعمال الرائعة هي الممثلة ماسا الجمال، والذي تعمد من أهم الفنانات الشابات والمبدعات السوريات في هذا الفن. تعتبر الممثلة السورية ماسا الجمال واحدة من أهم وأجمل الفنانات السوريات خلال السنوات الماضية، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الجميلة. وقدمت أدوار مميزة بل وأبدعت منذ نعومة أظافرها في العمل والتمثيل، حتى أصبحت ممثلة مشهورة يبحث عنها الفنانين والمخرجين للعمل معها في أي عمل فني مميز. ولم يستطيع العديد من محبي الفنانة السورية الشابة ماسا الجمال من معرفتها، وذلك بعد الحضور المدهش في الصورة التي قد تم تداولها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الرواد والناشطون على منصات التواصل الاجتماعي. وحيث أنه قد بدت الفنانة ماسا الجمال التي لعبت دور هدية ابنة بوران في مسلسل باب الحارة قطعة من القمر، وذلك ما تم وصفه من قبل الناشطون. وحيث أنها قد أصبحت ذات الملامح المختلفة عن الملامح التي قد عرف عليها الجمهور من خلال مسلسلها الشهير باب الحارة. ولفتت الفنانة السورية ماسا الجمال التي جسدت دور هدية ابنة بوران في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة الأنظار في أحدث ظهور لها. ونشرت العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير صورا حديثة للشابة ماسا الجمال وسط تفاعل من قبل المتابعين الذين استذكروا عددا من أعمالها ومشاهدها. وظهرت الفنانة ماسا الجمال في الصور وقد أصبحت شابة جميلة، وبدت بملامح مختلفة عن تلك التي عرفها بها مشاهدو المسلسل الشهير باب الحارة. وتعتبر الفنانة ماسا الجمال من أكثر الشخصيات الإبداعية جاذبية، حيث لعبت دور البطولة في مسلسل باب الحارة على أنها حفيدة أبو عصام وابنة بوران. وتم إجراء العديد من التعليقات على هذه الصورة التي تمت مشاركتها، ومن أكثرها انتشارا أنها جميلة لأنها لم تغير ملامح وجهها بل صبغت شعرها. ويشار إلى أن الممثلة السورية ماسا الجمال ظهرت في مسلسل باب الحارة إلى جانب الفنانة أمية ملص التي لعبت دور والدتها. وحظيت إطلالة الفنانة ماسا الجمال بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي تغزلوا بجمالها وملامحها الجذابة، بينما تساءل آخرون عن سبب عدم استمرارها في مجال التمثيل. ومن الأعمال التي ظهرت فيها الفنانة ماسا الجمال ليالي الصالحية، قاع المدينة، حمام شامي، الولادة من الخاصرة، بنات العيلة، رجال العز. وهي فنانة وممثلة شابة وتحمل الجنسية السورية،
حيث أنها من مواليد سوريا عام 98، وعمرها في عام 2022 حوالي 24 عام. وبدأت نشاطها الفني في عام 2004، حيث كانت وقتها في عمر 6 سنوات خلال المشاركة الأولى لها في الدراما السورية، وخاصة في مسلسل ليالي الصالحية وكافة أجزاء مسلسل باب الحارة. وبدأت الفنانة ماسة الجمال التمثيل في عام 2014، والذي نالت على العديد من الأدوار، وكان أبرز دور في مسلسل باب الحارة، والذي نالت على هذا الدور العديد من الجوائز بسبب صغر عمرها بذلك العمل. وجعلت الكثير يتحدث عنها بذلك الوقت، فهي تمتلك موهبة التمثيل وهي لا تتعدى 6 سنوات. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.